مشاهدينا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس في هذه الجولة. نتحول فيها من جديد إلى ليلى عمر، تفضل ليلى. شكرا لكما، ونتابع أهم أحوال طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 22، الصغرى 15، الإسكندرية 22-14، مطروح 24-13، بورسعيد 21-17، والإسماعيلية 23-14. ننتقل إلى السويس 23-14، العريش 31-13، طابة 22-15، شرم الشيخ 25-17، والغردقة 25-16. في الأقصر العظمى 26، الصغرى 14، أسوان 27-15، الوادي الجديد 26-11، شلاتين 28-20، وأخيرا حلايب 26-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.